برحب بيكم مرة تانية، وزي ما اتكلمنا مع حضراتكم في بداية الحلقة عن التطورات الكبيرة اللي بشهدها قطاع السياحة المصري في السنوات اللي فاتت. 10 سنين شفنا مصر اتطورت ازاي في عدد كبير من الملفات، منها تأسيس عدد كبير من المتاحف الجديدة زي متحف الحضارة المصرية، منها أيضا دخول المتحف المصري خلاص على الأبواب أنه يفتح، منها أيضا تطوير قطاعات كبيرة زي أن احنا نعمل متاحف للأثار داخل القبلات السياحية المعروفة أنها سياحة ترفيهية زي شرم الشيخ والغردقة. أعتقد كانت فكرة مميزة جدا يا فسام. حقيقي يعني السياحة الترفيهية زي ما أنت قلت، في السياحة الثقافية زي ما أنت اتكلمت كمان عن المتاحف، في السياحة البيئية، وما أكثر الأماكن اللي ممكن نستغل فيها السياحة البيئية. عندنا مرسى علم، عندنا راس محمد، نبأ، نويبع، النوبة، عندنا من يعني كل الاستشفائية يعني والسياحة العلاجية طبعا، عندنا السياحة الدينية، خلينا كمان ما ننساش. واحنا النهاردة عندنا ملفات جذب كتيرة جدا نقدر نتكلم عنها لو هنتكلم عن قطاع السياحة بالتحديد. ونحكي بقى الحكاية من الأول مع بعض دلوقتي. منذ عشر سنوات فاتت كنا فين وبقينا فين؟ كيف أصبح ملف السياحة في الوقت الحالي؟ واستغلالا لكل هذه العوامل الجذب اللي موجودة لدينا على الأراضي المصرية، كيف استغلت هذه العوامل الحكومة المصرية؟ فخلونا نرحب بضيفنا الموجود في الاستوديو معنا، الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة والسياحة بالحوار الوطني. أهلا بك يا فندم، يسعدنا لقائك مرة تانية. شرف لي، ودايما بنحب لما نتكلم على هذا الملف بالتحديد حضرتك تكون معنا. ده شرف لي يا فندم، شيء شرفني. اهلا بحضرتك. وربما ناس كتير جدا في السوشيال ميديا اشادت بالتعامل اللي بيجرى دلوقتي مع الانفلونسرز او المؤثرين على السوشيال ميديا، لان باعتبارهم هم نجوم الوقت الحالي. هم دلوقتي كل واحد يعني بقى رئيس جمهوريه ل 30 40 مليون كده من الفانز، من البشر، المتابعين الافتراضيين يعني زي ما بيقولوا. فبنعمل كده. النهارده المدرب الاسباني بيب جوارديولا واسرته راحوا المتحف القومي للحضارة المصرية، وطبعا ده خبر يعني رموج ربما تهتم به الصحافة الأوروبية بشكل أكتر من الصحافة المصرية وتنقل عنه، أو على الأقل بوستاته توصل. مبدئيا إحنا بنشتغل إزاي على الملف ده، على ملف المؤثرين؟ هل أنت راضي بنسبة 100% عن الاستغلال ده ولا لا؟ طيب، هو أولا يعني فيما يتعلق بيب جوارديولا تحديدا، هو أهم مدرب كرة قدم في العالم، وإحنا ما فيش شك إن إحنا بنبحث جيدا، وانطلقنا من الحوار الوطني على فكرة السياحة الرياضية وأهمية الأحداث الرياضية إن إحنا نستغلها في الترويج للسياحة لمصر. هذا المدرب العالمي ما فيش شك إن كل كاميرات العالم وإعلامه بيتابعوه لحظة بلحظة طول حياته طول يوم. فكونه يجي لمصر، وللأمانة برضو الحقيقة هي تنمية السياحة قابلته مقابلة كويسة في المطار بالورود، هو أسرته عزموه على الغداء قدام الأهرامات، ودي هي لفتات بسيطة ما تكلفش مصر. هو كده كده حاجز وكده كده جاي، بس احنا نقول ان احنا موجودين يعني. احنا موجودين وقابلناه مقابلة طليق بحجمه، وهذا الرجل المؤثر في مناخ الرياضة العالمية. تأكد سيادتك ان هيتبعه يعني العديد من الـ 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 المشهورين من الرياضيين الكبار في العالم. احنا المهم ان احنا نستغل الحدث فيما بعد الحدث، يعني احنا بنستقبل الناس كويس، بنقوم معاهم بالضيافه المصريه المعروفه عندنا بشكل منضبط، متابعينه امنيا، متامن كويس جدا، الدنيا ماشيه كويس، والراجل في منتهى السعاده هو واسرته. وشفنا ده على التيك توك، وشفنا ده على الفيسبوك، وشفنا ده من ساعه ما نزل حط رجليه في مصر حتى هذه اللحظه، هو بينعم بالسعاده وسعيد وبيتفرج على حاجات عمره ما كان يتخيل انه هيشوفها. حضاره ممتده قبل عمر الكره الارضيه تقريبا، وهي يبدا من عندها التاريخ، الحضاره المصريه الفريده اللي الحمد لله مصر بتتمتع بيها. الراجل بيشوف حاجات عظيمه جدا وبيقابل ناس بمستوى معين. نتمنى ان هذه المقابله تكون مع كل سائح بيحط رجله على ارض مصر، دي رقم واحد. ثانيا، هذه الاحداث بعدها تطور بقى، يعني هو الراجل ده اسباني بيدرب في الدوري الانجليزي، يبقى احنا عندنا فرصه لهيئه تنميه السياحه وهيئه تنشيط السياحه ان هم ينزلوا فورا على الاماكن اللي هو بيتردد فيها وموجود فيها، نبتدي نعمل بقى بوس الصغيره، نعمل فلايرز ونوزعها بشكل نبقى فوق الحدث، يعني نركب على الحدث لانه هيرجع يحكي الحقيقه اللي شافه في مصر. فاحنا طبعا دي حاجه بتبقى بوست شكرا للحكومه المصريه وخلافه. هو قال كتير يعني، هو حتى قال حتى في التصوير العادي بتصوره في حياته هو سعيد وهو مبسوط وهو سعيد بالمقابله والبلد كويسه والجو ممتاز، قال كلمات صغيره الحقيقه هتكون مؤثره جدا. والصحافه الانجليزيه عامه بتهتم جدا بالرياضه بالتحديد وبتتابعهم،
وبتنشر عنهم اول باول اماكنهم واماكن اللي ترددوا عليها. خلونا نشوف مع بعض دلوقتي يمكن تقرير خاص طبعا لزياره المدرب الاسباني بيب جوارديولا لمصر، مدرب مانشستر سيتي، اللي كانت حديث وسائل الاعلام ووكالات الانباء، وليها في الحقيقه دلالات ان مصر هي المقصد والحضاره والتاريخ وليها مكانتها العالميه في كل مكان. بيب جوارديولا اثناء اجازته الصيفيه اللي بيقضي فيها جزء من زيارته في القاهره، زار الاهرامات وزار المتحف القومي للحضاره المصريه، ولسه كمان مخطط ان هو يزور الاقصر واسوان حسب البيانات الرسميه. يا ريت ايضا يكون في متابعه ليه زي ما اتابع هنا في القاهره. خلينا نشوف تفاصيل هذه الزياره ونرجع مره لحضراتكم. التقطت على سياط الكاميرات صورا للمدرب كرة القدم العالمي والملقب بالعبقري الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أمام الأهرامات. تلك الصور التي تداولها نشطاء التواصل الاجتماعي عند منطقة أهرامات الجيزة وهو يتسلم قناع توت عنخ آمون، مرحبين بالزيارة للنجم العالمي لأرض الحضارة والكنانة مصر. واعتبرها كثيرون أن تلك الزيارة تعد تتويجا لقوة مصر السياحية والحضارية وسمعتها العالمية، ولابد من الترويج لها نظرا لشهرة بيب جوارديولا العالمية والعمل على جذب مزيد ورواج للسياحة المصرية. في الوقت الذي تداول فيه رواد التواصل الاجتماعي صورا أخرى رفقة أسرته أمام الأهرامات الثلاث في تعليقات كلها إيجابية وترحيب بالزيارة. في الوقت نفسه كشفت الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار المصرية عن صور جديدة من كواليس استقبالها للمدرب الإسباني الشهير بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أثناء زيارته لمصر برفقة عائلته لقضاء عطلته الصيفية. ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك صوراً للمدير الفني أثناء زيارته لمنطقة الأهرامات بالجيزة وحضوره على مأدبة الغداء التي أعدتها الوزارة للمدير الفني وعائلته في أحد الفنادق المطلة على الأهرامات. البيان الرسمي أشار إلى أن هذه الزيارات الخاصة بالمشاهير لها تأثير قوي ومؤثر في الأسواق السياحية المستهدفة للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر، ومنها السوق الإسباني والذي شهد نمواً كبيراً في الحركة السياحية الوافدة منه خلال النصف الأول من هذا العام. وصل بيب جوارديولا وأسرته مطار القاهرة مساء الخميس قادماً من إسبانيا، وكان في استقباله نسرين عثمانلي مدير مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بمطار القاهرة الدولي وعدد من أعضاء المكتب، حيث تم الترحيب بهم وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن بعض الأماكن السياحية والأثرية بالمقصد السياحي المصري. وبدأ برنامج الزيارة بمدينة القاهرة وسينتهي بمدينة أبو سنبل بمحافظة أسوان، حيث زار منطقة أهرامات الجيزة والمتحف القومي للحضارات بالفسطاط. كما قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بدعوته على مأدبة غداء بأحد الفنادق المطلة على الأهرامات، وقد كان في استقباله عدد من المسؤولين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث رحبوا بهم وبأسرته وتم إهداؤهم هدية تذكارية لنسخة من قناع الملك توت عنخ آمون والذي أبدى إعجابه الشديد به. ومن المقرر أن تستمر هذه الزيارة بعد ذلك في رحلة نيلية من الأقصر إلى أسوان على إحدى الذهبيات، وتختتم بزيارة معبد أبو سنبل بأسوان. وقدم بيب جوارديولا موسماً استثنائياً مع فريق مانشستر سيتي، حيث حصل على الثلاثية التاريخية وهي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي. ويملك بيب جوارديولا فرصة كبيرة للحصول على ثلاثة ألقاب أخرى وهي كأس الدرع الخيرية وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي. يمكن تطوير كبير شفناه الفترة اللي فاتت لقطاع السياحة بمختلف بقى يعني السياحة المختلفة اللي بنستهدف بيها سائحين مختلفين. شايف ده ازاي؟ وشايف لو اتكلمنا مثلا على تجديد او فكر جديد دخل علينا زي مثلا سياحة اليخوت، في ناس تقولك طب ده هيفيدنا بايه؟ لا، سياحة اليخوت طبعا هي سياحة مهمة جدا، لأن مع العلم بس انه ساحل اليخوت ده بيصرف خمس مرات اكتر من ساحل عادي ويمكن 15 كمان. يعني ساحل اليخوت هو السائح المطلوب عالميا والمستهدف عالميا لكل دول العالم، ان هو سائح المليونيرات او سياحه المليونيرات تقريبا، يعني زي ما احنا بنسميها العاملين في قطاع السياحه. سياحه اليخوت دخلها لوحده ممكن يكون ربع الدخل
اللي ممكن يجي لك من من من, من اللي جه مثلا السنه اللي فاتت في 22 مثلا. سياحه اليخوت مهمه جدا، واحنا عندنا شواطئ فريده من نوعها، واحنا بنقابل اوروبا باحسن من شواطئها. يعني انا كنت رحت كان ورحت كام مكان كده على ورحت اسبانيا ورحت على البحر المتوسط لعده شواطئ، ما فيش ولا شاطئ بمستوى الشواطئ بتاعتنا من حيث طبيعتها، الرمله الناعمه، نظافه الميه، الكلام ده الحقيقه مش موجود غير عندنا في الساحل الشمالي تحديدا، وطبعا مرسى مطروح. لا، في احنا عندنا فرصه جيده وذهبيه لاستقبال هذا النوع. ابتدينا اهو من خلال كده ما نظمنا حته منطقه العالمين شويه، ابتدت تيجي سياحه يخوت. بس مش ده اللي احنا مستهدفينه، احنا مستهدفين قد ده 20 مره بس، اول الحمد لله احنا ابتدينا. لما ابتدينا نمهد ميناء واماكن للرسو ما كانش موجود الكلام ده قبل كده، هذه البنيه التحتيه اللي اتعملت والطرق اللي ادت اليها فرق كتير جدا مع سياحه اليخوت بالتحديد. احنا عملنا ايه في سياحه اليخوت؟ عملنا العالمين وعملنا شرم الشيخ والغردقه. مظبوط. وكان عندنا الجونه كده كده، صح كده؟ كان الجونه كانت موجوده اول حاجه. شرم الشيخ ما كانتش موجوده اتعمل الحقيقه، الغردقه زي ما سيادتك تفضلت، العالمين فرقت، احنا بنتكلم في تقريبا 3 اضعاف اللي كان بيجي لنا. دول مستهدفين الخليج بشكل عام. دول مستهدفين الخليج والتانيين مستهدفين اوروبا. يعني العالمين العالمين بالظبط. احنا محتاجين اكتر بقى من كده، يعني احنا محتاجين مثلا في منطقه اسمها الضبعه نعمل حاجه مرتبطه برضو لانها برضو مقابله لايطاليا على طول. احنا محتاجين في 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 مرسى مطروح. مرسى مطروح طب ما هي العالمين ولا هي على بعد؟ لا بعد كبير شويه، يعني انت في شرق اوروبا بيجي ناحيه العالمين. احنا محتاجين نروح ناحيه بقى انجلترا وفرنسا واسبانيا، هيجي لك هيقرب منك ناحيه مرسى مطروح اكتر. يعني واليونان وتركيا دول برضو من البلاد اللي فيهم يخوت كتير. طبعًا. ممكن مفيش شك في ده حقيقي. طيب يعني تأثيرات دي ايه بقى على خليني اتكلم على بره، يعني بره هم شايفين ده ازاي؟ هل التأثيرات دي ايجابيه؟ لا، هو مصر بتتطور تطور غير عادي الفتره الاخيره. احنا بنشكرش في الحكومه اللي موجوده عشان احنا بنقول الحقيقه، احنا اعضاء مجلس النواب، فاحنا ما بنطلعش نقول احنا بنشوف الارقام اللي بتجينا بنحكم من خلالها. احنا بنتكلم على ان احنا النهارده السنه اللي فاتت جالنا 10 مليون سايح، دخلوا حوالي 11 مليون الى حاجه بسيطه دولار. هذه الارقام الرهيبه والصناعه، ده المفروض ان ده من شهر واحد بنعد، صح؟ اه، من واحد لحد 31. يعني 10 مليار ده لو مشينا بنفس النمط ممكن نقفل 20 مليون، ده المعتاد. المستهدف الحقيقه اكبر من كده بكتير. 30 احنا مستهدفين 30 مليون سايح، ولازم نعرف ان احنا امكانياتنا اكبر كمان من كده بكتير. بس احنا محتاجين نوع من الثقافه السياحيه، يعني احنا محتاجين نوعي المواطن باهميه السياحه وقد ايه السياحه. محتاجين ايه؟ انا محتاج اسمع من حضرتك. احنا محتاجين رقم واحد ان المواطن المصري اللي ما بيشتغلش في السياحه، مش بس اللي بيشتغل، يفهم ان السياحه جزء كبير من الدخل القومي. يفهم ان الصرف على ملفات الصحه والتعليم المرتبطه بيه هو شخصيا واولاده هتيجي جزء كبير منها من السياحه. يفهم ان في دول قايمه على السياحه بس. طبعا نفهم ان احنا كمان كمصر احنا دولة دايما محترين ما بين ايه؟ هل مصر زراعيه؟ هل مصر صناعيه؟ عمرنا ما فكرنا ابدا ان مصر بطبيعتها سياحيه. احنا بنمتلك اثار فريده، بنمتلك شاطئين بطول وعرض مصر البحرين مختلفين، بنمتلك الاطلاله على كل الدول الغنيه سواء كان البحر الاحمر في الدول المرتبطه بالخليج او البحر المتوسط فبنطل على اوروبا. وبناء عليه احنا محتاجين ايه من المواطن؟ من تعديل سلوك المواطن؟ احنا محتاجين الحقيقه الدراما تتدخل في هذا المجال، لان احنا لقينا تاثير الدراما على المواطن المصري مهم جدا. ما شفناش لحد النهارده فيلم واحد بيتكلم عن السياحه في مصر بشكل غير مباشر. طبعا ما شفناش مسلسل بيروح الحياة، ولا سيامة مثلا من كام سنة جت حاجة كده خاصة بمسلسل اتعمل في فندق قديم جدا في أسوان، عمل طفرة كبيرة. لا، احنا عايزين شواطئنا تتعرض بشكل محترم، عايزين اكتر من فيلم واكتر من مسلسل يتناول هذه الجزئية. ما تبقاش بتعمل دراما لمجرد الدراما. مسلسل ده خلى اوتيل كده هناك الاوتيل ده بقى فولي بوكد لحد هذه اللحظة، لحد هذه اللحظة. واسعار خيالية واسعاره ارتفعت ومستوى الخدمة ارتفع. مسلسل جراند اوتيل، صح؟ جراند اوتيل تحديدا. بالظبط. فده ادي تجربة احنا عملناها اهو من فترة كبيرة، بعيدنا عنها تاني. لا، لابد ان الدراما تتدخل. ايوه، تتدخل تدخل شديد جدا في هذا، لان الحقيقة احنا بنقول ان الدراما بتأثر في سلوك المواطن. طب نفهمه ونوعيه ونقول له هذا السائح مهم، احنا عندنا الويلكمنج او الترحيب، احنا كمصريين بطبعنا احنا بنحب الاجانب، متعودين على وجودهم في بلادنا عشان عندنا اثار، احنا محتاجين نزود ده شويه. الاحداث بقى المهمه جدا العالميه الرياضيه تاكد انها هي هتكون الاساس واكتر حاجه مربحه لمصر. يعني انت النهارده بتدور على سياح، لو دي السياحه الرياضيه لتنظيم مسابقات او كده، انت لو نظمت مسابقات رياضيه عالميه ايا كانت تكلفتها بالنسبه لك، اتاكد ان الدخل اكبر من ده بكتير. صحيح. ومردوده السياحي اعلى بكتير. صحيح. هيبقى ليك سفراء موجودين في كل حته. احنا اتكلمنا على زياره واحده لواحد سليبرتي مهم،
لازم نكتر من ده ويبقى على حسابنا، ما فيش اي مانع. انت بدل ما بتروح تعمل بره بتطلع بعثات كبيره جدا، بتنفق انفاق عالي جدا بره، انت هتستضيف حد عندك هتصرف عليه بالجنيه ايا كانت التكلفه، ما هياش حاجه، بدل ما انت بتبعت من الوزاره اعداد ضخمه جدا بتصرف في الدولار. لا يعني النظره للتسويق السياحي الحقيقه محتاجه انا معاك جدا في ده، انا معاك جدا في ده. طيب احنا عندنا وسائل جذب منها هي التسويق او الماركتنج اللي يعني استعانت بيه وزارة السياحة في الفترة اللي فاتت. كان الاول الموضوع بدأ بسيط، بعد كده ابتدينا نتطور فيه لغاية ما وصلنا لمحطات يمكن المترو في بعض الدول، السوشيال ميديا اهتمينا بيها، فهمنا قوة مواقع التواصل الاجتماعي، فابتدينا نجيب مؤثرين والكلام ده كله. زيارات مهمة لعدد من الشخصيات الهامة السياسية والفنية والعالمية، هل التطوير ده في جذب أكبر يعني من الشخصيات العامة لزيارة مصر ساعد أنه يمكن زيادة عدد السائحين الموجودين النهاردة عندنا؟ مفيش شك أن التطوير اللي اتعمل حتى في البنية، أي تطوير بيتعمل في مصر بيأثر كتير جدا على الأجنبي بالذات أو السائح تحديدا بشكل مباشر أكتر مننا احنا كمان. يعني لما كان بيخش سائح للقاهرة عشان يروح المتحف المصري مثلا او ينتقل للاهرامات او ما اعرفش يشوف متحف كذا، كان بيقعد له 3 4 ساعات في الطريق، ده كان كارثه كبيره جدا بالنسبه لنا. النهارده في سهوله مروريه موجوده في القاهره ما كانتش موجوده قبل كده، نتاج ان احنا توسعنا في عدد من الكباري ووسعنا شوارع وحاجه، ياخد الشارتر كمان. ما انا معاك جدا، مطار سفينكس ده لوحده نقله نوعيه سياحيه رهيبه، لانه هو اوريدي خلاص اللي جاي للهرم بس، ان في سائح بيبقى جاي ايه، جاي لشرم الشيخ والهرم او رايح للاقصر والهرم او لشرم الشيخ، هي سياحه اليوم الواحد الشهر، سياحه اليوم الواحد دي اهم حاجه. لا هننزل خلاص في مطار سفنكس في ساعتها هيقضي اليوم كله جنب الاهرامات بسهوله جدا، والمتحف المصري الكبير او متحف الحضارات مش بعيد عنه، والطرق كلها بقت الحمد لله سهله ومؤديه لبعضها. جهاز التطور وفر على السائح وقت، قدر يعمل ده. انت الاول كنت محتاج الشارتر دي بدل مساحه اليوم الواحد دي، ما كانت مفقوده عندنا في مصر، مش موجوده، ما عندناش فكرة سياحة اليوم الواحد أبدا إلا كانت في شرم الشيخ، لما السائح يكون معدي على شرم الشيخ يقدر ينزل يوم يقعد ساعتين ثلاثة ويرجع، مش حتى مش يوم صح. إنما النهاردة لا، أنت تقدر تعمل ده بسهولة، ما كانش موجود قبل كده. فالإنفاق اللي اتعمل على مطار سفنكس وعلى البنية التحتية والشوارع سهل، سهل كتير جدا، إدى دفعة للشركات العالمية السياحية إنها تقدر تعمل ده عندك. أه طبعا بيحصل ده الحقيقة. طب أنا استكمال النقطة، بس أنت عايز يعني أنتقل لقصة إن إحنا السياحة اللي دايما مترجتنا هي سياحه الخاصه بالاثار المصريه، ودي نسبتها قليله 10-15%، والباقي كل اللي بيجي طبقا للاحصاءات هي السياحه الترفيهيه، وده ما بيبقاش سايح اللي احنا مترجتينه او مستهدفينه، لان السايح اللي بيجي من الفئه الاولانيه اللي هي 10-15% سايح بينفق جيدا، بيبقى غالبا من كبار السن من المتقاعدين، الانجليز او الالمان او اليابانيين، اللي هي الوفود اللي جايه تشوف الاثار، غير اللي موجودين في شرم اللي هم بيبقوا سياح جايين ايه برضه سياحه الباكج اللي هو بياخد الاول انكلوسيف زي ما بيقولوا. ازاي نطور ده ونكبر الحصه الصغيره دي؟ عندنا برامج لتطوير ده ولا لسه بنطالب بالتطوير من غير رؤيه او من غير برامج؟ في الحوار الوطني اتطرح اكتر من فكره لهذا الاطار تحديدا، يعني في الحوار الوطني اتطرح فكره ان انت سيادتك تتكلم على السياحه العلاجيه مثلا سيادتك تقصدها خاصه بكبار السن. احنا عندنا في مرسى في 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 سيوه وعندنا في الوادي الجديد تحديدا، هذه المناطق هي مناطق طبيعيه بطبعها علاجيه، يعني عندنا بحيرات فيها مياه كبريتيه، عندنا رمال ذات خصائص طبيعيه مش موجوده خالص في اي حته، سياحه العلاج بالاعشاب اللي موجوده في المناطق دي احنا ما بنستفدش منها حاجه تقريبا، بالرغم ان احنا يمكن الدوله رقم واحد بالنسبه لسيوه مثلا اللي عندنا هذا المنخفض اللي موجود في هذه التجمعات، عندهم المياه الكبريتيه، عندهم هذه الرمال، عندهم الاعشاب الطبيعيه اللي بنتكلم عليها. هذا المكان لحد هذه اللحظه ما اتعملش هناك مجمع طبي واحد ضخم، والدوله مش لازم تعمله، يعني الدوله احنا بنتكلم في خلاص انها سياحه من الحاجات اللي الدوله هتترك فيها المجال شويه للقطاع الخاص وفقا لوثيقه ملكيه الدوله، وبالتالي احنا عندنا بس فكره ان احنا ايه نعد المشروع ونطرحه، يعني احنا نطرح ارض كبيره جدا هناك مثلا يا جماعه اللي عايز، ونسهل بقى يعني احنا خلاص حتى مرسى مطروح النهارده الطريق الساحلي اتعمل الحمد لله، ما بقاش عندنا ازمه انك تروح خالص لمرسى مطروح زي زمان، النهارده بتروحها في وقت قصير جدا. الايام اللي فاتت يمكن مصر كانت تحت بؤره الضوء كواحده من اشهر وافضل المقاصد السياحيه في العالم،
ده بعد ما ظهرها عدد كبير من نجوم العالم زي ما اتكلمنا مع حضراتكم وفي مختلف المجالات مش بس في الرياضة يا مصطفى. طبعا والزيارات دي أكدت استعادة مصر لمكانتها السياحية من جديد، خصوصا بعد الزيارات لعدد كبير من نجوم العالم، كان أشهرهم السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، والتيك توكر الألماني نويل، والفنان العالمي توم هانكس، وعدد كبير جدا جدا من النجوم والنجمات. خلينا كده نشوف برضو زي ما بيقولوا كشف حساب أو يعني متابعة لأهم الناس اللي جم مصر خلال السنوات الماضية. في الأيام الماضية كانت مصر تحت بؤرة الضوء كواحدة من أشهر وأفضل المقاصد السياحية وقبلة يزورها الكثير من النجوم العالميين في مختلف المجالات، لتؤكد استعادة مكانتها السياحية من جديد، خاصة أنها أصبحت تصنف كواحدة من أعلى مراتب الجودة والخدمات السياحية وسط العديد من البلدان. في الساعات الأخيرة تواجد على أرض مصر في زيارة خاصة لقضاء جزء من أجازته الصيفية مع أسرته المدرب الإسباني الشهير بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، حيث زار الأهرامات ومتحف الحضارات في القاهرة، ومن المقرر أن يزور الأقصر وأسوان. في نفس الوقت كان التيك توكر الألماني الشهير نوبل روبرتسون في زيارة لمصر، والتي لاقت ردود فعل كبيرة ومؤثرة في زيارته للمتحف المصري الكبير وشارع المعز ومنطقة الحسين، ووثق زيارته بالعديد من الفيديوهات. تلك ليست الزيارات الأولى ولا الأخيرة للمشاهير في مصر، فخلال 12 شهرا الماضية زار العديد من المشاهير مصر وقضوا في معالمها الشهيرة أوقاتا رائعة. فقد زار فريق باك ستريت بويز الشهير مصر بعد 23 عاما من ظهوره وشهرته لإقامة حفل في العاصمة الإدارية، وعلى هامش الحفل انتهز أعضاء الفريق الشهير الفرصة للاستمتاع بأجواء مصر، وعبر أفراد الفريق عن سعادتهم بتجربة زيارة مصر والتعرف على أبرز معالم القاهرة على هامش حفلهم الأول الذي أقاموه مؤخرا. وشارك أعضاء باك ستريت بويز لحظات من زيارتهم للقاهرة واستمتاعهم برحلة نيلية داخل أحد اليخوت، كما شاركوا صورا ومقاطع فيديو لزيارتهم للأهرامات واستكشافها من الداخل أيضا. على جانب آخر جاء الفنان العالمي توم هانكس وزوجته المنتجة ريتا ويلسون إلى مصر في زيارة خاصة لأحد أصدقائهم المقربين، وتبادل رواد السوشيال ميديا مجموعة من الصور لهما وهما يتناولان الطعام في أحد مطاعم منطقة الزمالك، وبدا هانكس مستمتعا بتناول الطعام، وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بتواجده وتناوله ملوخية بالأرانب، وفقا لشهادة أحد زوار المطعم الذي تصادف وجوده فيه وقتها. ولم يكن توم هانكس وزوجته أول النجوم العالميين الذين زاروا مصر، فقد انضم إلى قائمة طويلة من الفنانين على رأسهم المغني الأمريكي آدم ليفن وفرقته، والذي زار مصر مؤخرا. أيضا زارت مصر المطربة ومؤلفة الأغاني الكولومبية كارول جي لتصوير فيديو كليب لأغنيتها القاهرة، تم تصويره بالكامل في مصر وقدمت فيه مشاهد توضح جمال بلادنا، وكان الفيديو مثيرا للإعجاب بشكل كبير حيث تم تصوير الأهرامات والقاهرة. وأبدت كارول سعادتها بزيارة مصر وصرحت بأنها لن تكون الزيارة الأخيرة، وأنها ستعود في أجازة خاصة بعيدا عن الارتباطات الفنية. لكن كان في زيارة مهمة للسيدة الأولى الأمريكية الدكتورة جيل بايدن للأهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول، واستهلت قرينة الرئيس الأمريكي الجولة بزيارة تمثال أبو الهول، وحرصت على التقاط الصور التذكارية لها في المنطقة الأثرية، معربة عن سعادتها بهذه الزيارة وإعجابها بأهرامات الجيزة وأبو الهول. ومنطقة أثار الأهرامات شهدت زيارة سابقة للصحفي الفرنسي رولان لومبارتي، رئيس تحرير موقع ديالوج الفرنسي ومؤلف كتاب السيسي بونابارت مصر، والوفد المرافق له من الكتاب والصحفيين المصريين على هامش حضوره لدورة سابقة عن كتابه بالدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023. رئيس اللجنة الدولية للتوثيق للمجلس تيرالس نافاراتي، واستقبل المتحف الدولي للمتاحف الأيكوم على هامش تواجدها في مصر لزيارة عدد من المتاحف والمواقع الأثرية في مصر. إذن عندنا مقومات سياحية كبيرة، عندنا فنانين كبار بيجوا، عندنا مؤثرين على السوشيال ميديا بيجوا،
ازاي نوصل للعدد اللي احنا مستهدفينه فعلا؟ ازاي نخلي كل الوان السياحه في مصر، سواء سياحه شاطئيه او سياحه اثريه او سياحه علاجيه في سيوه او سياحه سفاري، كلهم ياخدوا نفس النصيب او نفس الحصه وننمي ده؟ ده سؤال اللي هنتوجه بيه لضيفنا النهارده، وربما يعني ناخد كمان في الحسبان ان احنا عايزين ناخد زي روشته علاج يعني لحال السياحه في مصر يختم بها الحلقه. فندم تحت امرك. اولا احنا لازم نفهم كويس جدا ان اداره السياحه تختلف اختلاف كبير جدا وجذري عن اداره الاثار. فلابد من الفصل، وزاره واحده لابد من الفصل بين الاثنين، لان الاثار عندنا الحقيقه محتاجه وزارتين ثلاثه لوحدها عشان تقدر تتابع الاستكشافات اللي تطلع كل يوم. مصر الحقيقه الحمد لله غنيه جدا بالاثار، وعنايتها والحفاظ عليها وطريقه تقديمها محتاجه لها وزارتين ثلاثه مش وزاره واحده. اما السياحه الحقيقه حظها قليل جدا في الترويج ليها بسبب الانشغال بتاع دمج الوزارتين ده. دي رقم واحد وده مهم قوي. رقم اثنين وثلاثه واربعه الحقيقه هي الثقافه السياحيه واهميه توعيه المواطن بهذه الثقافه، ومن خلال بقى اعمال فنيه، اعمال دراميه، من خلال حتى اغاني. يعني في اغنيه ديسباسيتو دي خلت دوله بقت موجوده في العالم كله وراح لها الملايين من السياح. الاغنيه لازم ناخد بالنا ان هذه القوى الناعمه مؤثره جدا 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 في العالم كله مش بس في شعب مصر. فالوعي الثقافي او الوعي السياحي مرتبط بنجاح السياحه في مصر وكيفيه التعامل. الصدق والمصداقيه وحوكمه الاسواق وفرض اسعار محدده في الاماكن السياحيه هيخلي السائح ما يحسش اللي هو بيسمع سمعتنا سيئه جدا، وان احنا ناس بنبيع ب 100 سعر. دي كارثه كبيره جدا لازم نخلص منها. الطيران الاقتصادي وفتح المجال للشركات وتمول الشركات الخاصه بانها تنشئ طيران اقتصادي صغير زي الشارتر، يعني ما بين الاقصر ما بين مطار السفنكس اللي اتعمل، نربط المطارات العظيمه اللي اتعملت الجديده دي المرتبطه بالاماكن السياحيه بعضها ببعض، نخلي شركه ولا شركتين مصريتين وتمول. مفيش معنى انها تمول وبتمويل الحقيقه يسمح لها بانها تكسب، ما يبقاش بارقام كبيره جدا في الفايده تخسرها. احنا بنتكلم على تدريب العاملين، اتحاد العاملين للغرف السياحيه قايم بدور كبير في ده، ولكن احنا عايزين يبقى في دقه اكبر في نوعيه التدريب، مش مجرد شهاده ويروح يقعد اسبوعين وياخد شهاده وخلاص. الحقيقه احنا محتاجين حاجات صغيره جدا تتعمل شكل السياحه، لكن نقط فعلا هامه جدا طبعا. طريقه يعني الترويج بقى للسياحه نفسها بره مصر في منتهى الاهميه. انا مهم جدا ان انا اروح بالزي الفرعوني، بس انا بصدر الزي الفرعوني بس وما بصدرش الكواليتي بتاع الانسان اللي بيتكلم. لا، انا اروح معايا واحد لابس شكل فرعوني او المكان اللي في الاول وفي الاخر. وفي يعني القطاع ده كبير جدا، في سياحه مؤتمرات، في سياحه مهرجانات، في حاجات كثيره قوي. السياحه الرياضيه طبعا دي انا بقول لسيادتك هي المستقبل في الحقيقة. السياحه الرياضيه، سياحه اليخوت دي السياحه اللي بتجيب عمله صعبه حقيقيه، واخد بال سيادتك؟ دي من الحاجات. السياحه العلاجيه اللي تفضل سيادتك واشار اليها طبعا احنا بننعم بهذا. سياحه الصحراء، احنا اكبر صحراء واهم سفاري. صحراء السفاري احنا عندنا كذا نوع، مش السياحه الدينيه ومسار العلم المقدسه طبعا. اللي سياده الرئيس يعني طلبوا اكتر من 10 مرات خلال السنوات الماضيه حتى هذه اللحظه، بالرغم ان احنا عندنا اجازه الحج. احنا عايزين بقى دي عندنا تبقى اجازه من البابا في الحوار الوطني عشان السيد الرئيس اكيد يشوفها ويحدد اولويات المرحله تحت. كل الشكر ليك دكتور ايمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنه اولويات الاستثمارات العامه والسياحه بالحوار الوطني. شكرا لك. شكرا لك.